هذا الحفل الذي تنظمه جمعيتنا بمناسبة السنة 72 لتحرير فرنسا، والذي شارك فيها القوميين المغاربة والذين ضحوا بدمهم وبحياتهم من أجل تحرير فرنسا. نحن في هذا اليوم، يعني يوم أمس، يعني وضعنا حبق ورد تحت قوس النصر ترحما على جميع القوميين المغاربة والتيرايور السنغالي وجميع المحاربين ولا قدماء أعضاء جيش التحرير الذين حرروا فرنسا. وكذلك هذه المناسبة مناسبة كذلك ذكرى الستينيات لاستقلال المغرب، التي هي ذكرى عزيزة عندنا جيدا، وفي نفس الوقت ذكرى 41 لرجوع الأراضي الصحراوية المغربية للأراضي لبلدنا الأم. وهذه المناسبة كذلك جاءت مع السنة 16 لتأسيس هذه الجمعية، التي هي جمعية نسميها السفيرة، لأن بالنسبة لنا الثقافة في جميع أنواعها وأشتاتها يمكنها أن تكون سفيرة العالم. ولذلك نحن الآن في هذا اليوم نشكر جميع الحاضرين، نشكر يعني سفير المغرب الذي حضر معنا هذا اليوم السيد شكيب بن موسى للمحاضرة التي أحييناها في متحف المتقاعدين التي فيها قبر نابليون، ونختتمها الآن في دار المغرب. ونشكر كذلك دار المغرب، ونشكر السيد محمد بوستا والسيد علي إرزي وجميع الحاضرين، جميع الجمعيات التي ساعدتنا.